الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذه الفيديو تذكرة عنوانها لماذا أعتقد أن أغلب المسلمين سيتبعون الدجال. حفظنا الله وأعاذنا الله من شر فتنة الدجال. ولكن وقعت أمام عيني حادثتان في هذه الأيام الأخيرة في تونس، ويعني فهمت منها أن أكثر المسلمين سيتبعون الدجال. فأول حادثة، أخبرتني امرأة بما يقع في المعامل، وأغلب المعامل هي للخياطة ويعمل فيها النساء، مثل معمل عندنا فيه 3000 عاملة. فهذه المرأة كانت تريد أن تصلي، هي تصلي وتريد أن تشتغل وتحافظ على صلاتها، فوجدت معملا فيه قاعة الصلاة، فقال لها صاحب الشغل: نعم يمكنك أن تصلي، ولكن الآلة التي تصنع المنتوجات لابد أن لا تقف، يعني لا توقف الآلة حتى تصلي. فتخرج المنتوجات من الآلة وهي عليها أن تجمعها وترتبها، فلو تذهب في الصلاة فتكثر البضائع غير مرتبة فلا تستطيع، فلابد أن تطلب من جارتها أن تقوم بعملها في تلك الدقائق التي ستذهب فيها إلى الصلاة وتعود. وجارتها كذلك لا يمكن أن ترضى لأن هي مشغولة بشغلها، ليس عندها ذلك الفضاء. ففي نهاية الأمر أن المصلى موجود ولا أحد يصلي في الشغل. فبعض النساء لا يصلين أصلا فيعملون وليس لا يعني لا يقلقهم أنه لا يمكن الصلاة في الشغل، وبعض النساء يصلين أصلا ولكن إذا حضروا الشغل فيتركن صلوات العشية الظهر والعصر حتى يرجعن إلى البيت ويصلين كل الصلوات مع بعض، والبعض الآخر يجمع هكذا الصلوات ثم بعد أيام يترك الصلاة تماما من أجل الشغل. وهكذا كل هذه المعامل ولا أحد يصلي في الوقت. فهذه أول تجربة يعني رأيت يعني كل هذه المعامل وكل هذه النساء غالبا يشتغل فيها النساء. وليس هذا يعني هذه النساء ليست من أسوأ المسلمات، ليست من شرار الناس، بل هن يعني يعملن حتى يبحثن عن لقمة العيش، وربما يعين أزواجهن أو والديهن وكذلك أطفالهن فقط لطلب المعاش. لطلب المعاش يتركون الصلاة تماما أو يجمعون الصلوات في آخر الليل في آخر الليل. والحادث الآخر الذي وقع معي، كنت في سيارة أجرة ونحن 9 أنفار السائق و8 من المسافرين، وخرجنا قبل الفجر لمدة 3 ساعات تقريبا، فوصلنا حيث وصلنا بعد طلوع الشمس ونحن نقطع المسافات وأمامنا الفجر يطلع والضوء يطلع شيئا فشيئا حتى طلعت الشمس. فصليت الفجر يعني السنة جالس في السيارة، ثم يعني وصاحب السيارة ما شاء الله يذكر الله وجعل إذاعة القرآن، فسألته: هل سيقف حتى نصلي؟ قال لي: لا يمكن الوقوف للصلاة لأن الناس مستعجلين والسيارة ستصل وقت دخول الإدارات، فلا يمكن أن نضيع الوقت، لا يمكن أن يعني نقف في مثل هذه الحال. فالحمد لله صليت جالسا للضرورة، ولكن لم يصلي أحد آخر. فهذا مثال ثاني. ولما وصلت إلى محطة السيارات عند الوصول، فهي محطة كبيرة فيها عشرات السيارات تأتي من مختلف المدن، وفيها مصلى وفيها يعني مكان للوضوء، وأنا ذهبت فقط حتى استريح يعني هناك، ووجدت كثير من الناس يتوضؤون بعد أن طلعت الشمس ما شاء الله، كثير من الناس ورجال ونساء كذلك
يتوضؤون ويصلون، فهكذا يعني ليس عندهم أي قلق أن يصلي بعد طلوع الشمس مهما حرم الله تبارك وتعالى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ في تحريمه وفي شدة عقابه، ولكن هكذا لا يبالون ولا يشعرون بشيء. ولماذا أقول أن أغلب المسلمين سيتبعون الدجال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث: إن من المسلمين من سيتبع الدجال ويقول: لا أتبعه إلا للطعام. لأن الدجال إذا جاء قوم فدعاهم إليه أن يؤمنوا بأنه هو الرب فرفضوا كلامه وردوا عليه، فيذهب ولا يفعل لهم شيء ولا يضر أحد ولا يضرب أحد ولا يقتل أحد، ولكن لما يمشي يتبعه كل ما يملكون، فكل أموالهم تمشي وراء الدجال، فيصبحون ممحلين ليس لهم شيء من أموالهم. وطعام المؤمنين يومئذ التسبيح، طعام الملائكة، وليس لهم أي شيء يأكلون. فالإنسان الذي يشتغل في الحرام، فالشغل فيه الشغل الحرام، أنه يبيع الخمور أو يعمل بالربا أو بالرشوة أو بالمحرمات الواضحة، ولكن كذلك ترك الصلاة من أجل الشغل وترك أي فرض من الفرائض من أجل الشغل، فهو يعني يصبح يعني هذا المكسب حرام ومعارض للدين. فالمسلمون الذين لا يقتنعون أن الحلال يكفيهم للمعاش، وهم مقتنعون أنه لا بد من الحرام ومن المعصية حتى يكسب لقمة العيش وحتى يقضي يعني ضروراته في الدنيا وحتى يعني يربي أبنائه تربية حسنة، فلا بد من الحرام. هذا اعتقاد، ليس فقط معصية عن ضعف أو نسيان أو غفلة أو شهوة أو اضطرار أو ضغط من المجتمع، بل هو اقتناع أن الحلال لا يكفيني، ولو أطيع الله تبارك وتعالى فستكون حياتي في خسارة، والحل الوحيد أنه لا بد أن أقوم بهذه المحرمات. والله غفور رحيم، لأنني مضطر وبعدين سأتوب وأحج أو أصلي قبل الموت حتى أدخل الجنة. فالذي لا يعتقد أن الحلال يكفيه كيف يعتقد أن الذكر يكفيه؟ الذي لا يستطيع أن يلزم نفسه يعني بأوامر الله تبارك وتعالى وأن يأكل مما أحل الله وبطاعة الله، فكيف يقبل أن الذكر هذا سيكفيه؟ فكثير من الناس لما يقع هذا الأمر ويخبرهم الذين عندهم علم أن الآن طعامنا سيكون التسبيح مثل طعام الملائكة، فيقولون: كيف هذا؟ لا يمكن، أنا سأذهب وآكل عنده عند الدجال ثم أعود. فإذا ذهب لا يعود أبدا، لأن يجد عنده كل أشياء الدنيا وإيمانه ضعيف حتى يعود إلى المكان الذي هو خالي من كل شيء ولكن فيه الإيمان والصلاة والذكر، فلا يعود. ومثل هذه المعامل التي يشتغل فيها مئات ومئات النساء التي يتركن الصلاة من أجل الشغل، ومثل هؤلاء المسافرين، وهم عامة الناس ليسوا من شرار الناس بل عامة المسافرين، وفي هذه 3 ساعات دخل الفجر إلى أن طلعت الشمس ولم يصلي أحد إلا أنا والحمد لله، ولكن هكذا الأسفار وهكذا في كل وقت يفعل المسلمون. ولهذا ستأتي فتنة الدجال حتى تصفي الناس، لأن أغلب المسلمين هم مسلمون لأنهم ولدوا مسلمين واتبعوا والديهم في دين الإسلام، وكما أن أكثر الكفار كفار لأنهم ولدوا من عند الكفار واتبعوا والديهم في الكفر. وكثير من المسلمين لو أنهم ولدوا في غير الأسر المسلمة ما كان يخطر على بالهم أبدا أن يدخلوا الإسلام. فالدجال ستكون تصفية، والله تعالى سيجعل كل واحد أمام اختياره، إما أن يؤمن بالظاهر وكل الظواهر هي مع الدجال، أو يؤمن بالغيب ويمسك
يعني نفسه عن اتباع الدجال ويبقى محافظ يعني على الدين وعلى عقيدة بالله تبارك وتعالى. فهكذا، ولهذا كيف الإنسان يكتسب الاعتقاد أن الله هو الذي يرزقه، والله يقضي حاجته، والله يحفظه من الشرور؟ كيف يأتي يتغير عقيدتك عن الظاهر، من الظاهر إلى الاعتقاد بالله؟ وهو كلما جاءك أمر الله يخالف المظاهر، والظاهر أنه لو تطيع الله ستقع في المشكلة، فعليك أن تطيع الله تبارك وتعالى مهما كانت الظروف، وسوف ترى كيف الله تعالى سيغير الأحوال، والله يرعاك، والله لا يضيع أجرك وجهدك، والله سيعطيك العاقبة ويحسن حياتك، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلما تكرر هذه العملية مرة بعد مرة، فسوف ترى وتتيقن أن الفلاح بيد الله، وأن الفلاح في طاعة الله، وأن الخسران في مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى. وما دام الإنسان يعصي الله لقضاء حوائجه، فهو يرسخ العقيدة في قلبه أن قضاء الحوائج بمعصية الله. ويعني ترسيخ هذا اليقين يوم بعد يوم، كل يوم يعصي فيه الله تبارك وتعالى، فهو يقوي هذا اليقين أن معصية الله تقضي حوائجي، فهذا سيكون نتيجته فقدان العقيدة تماما باتباع الدجال والعياذ بالله. فهذا حال أكثر المسلمين، فلابد ويعني لماذا أكثر المسلمين؟ لأن هؤلاء النسوة التي دفعتهن الحاجة إلى العمل، وعملوا في هذه الأماكن التي يصعب فيها أو لا يمكن فيها الصلاة فتركوا الصلاة. فيعني نفس المرأة الأيام التي لا تشتغل في المعمل وتصلي في بيتها الأوقات يعني كلها، يعني كل وقت في وقته، يعني تصلي الظهر والعصر والمغرب في أوقاتها ولا تجمع في الليل، ولكن ما الفرق بين قيمة الصلاة يوم لا تشتغل ويوم تشتغل؟ ليس فيه فرق، لأن نيتها واحدة. لو كاد مانع من الدنيا أو من المال لتركت الصلاة. ونفس المرأة لو كانت ظروف الشغل مختلفة، لو كان صاحب الشغل يعطيهم الفرصة الواسعة حتى يصلوا ويستريحوا وتستطيع أن تصلي بالسهولة، فليس فيه فرق، ليس فيه فرق، لأن ما في قلبها هو نفسه. ولهذا أغلب المسلمين ولو لم يقعوا في ذلك الحال الذي فيه يتركون الصلاة من أجل الشغل، ولكن استعدادهم ترك الصلاة من أجل الشغل ومن أجل لقمة العيش، ترك الصلاة أو القيام بما يلزم من المعاصي حتى يحصل على المال. وهذا ما يجعل أكثر المسلمين في استعداد لاتباع الدجال. وأما الذي يترك الصلاة من غير أي ضغط ومن غير أي سبب وليس له أي شيء، ولكن من تلقاء نفسه يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فما بالك الذين يقومون بالشرك، ومثلا الذين يسحرون الناس. نحن نعالج الناس في كل وقت في كل مكان من السحر، وهذا السحر كله يفعله المسلمون للمسلمين، ليس من غير المسلمين. فكيف المسلمون الذين يمشون عند الساحر حتى يطلبون السحر حتى يؤذي بعضهم بعض؟ هذا أولى باتباع الدجال. ولهذا أقول وأعتقد أن أكثر المسلمين سيتبعون الدجال في الحال الذي نحن عليه اليوم. فإخواني وأخواتي، إذا تريد أن تحفظ نفسك من الدجال لابد أن تبني عقيدتك بناء قويا، ولا تعصي الله تبارك وتعالى مهما كانت الظروف والضغوطات، والله تعالى سيفرج عنك ويريك الخير في حياتك حتى يزداد يقينك أن الله هو الرزاق وهو الفعال الذي خلقك، هو ربك وهو وليك، وهو الذي تطيعه وهو الذي تحتكم إليه. ولا تقبل
أن تعطي من دينك أو أن تعصي الله تبارك وتعالى من أجل أي مخلوق. الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.